انا اللي وصل فكرة ان انا ابقى صانعة فيلم، يعني دي جت نتيجة تراكمات حاجات كتير. انه انا كنت بحب المزيكا وبحب التمثيل وبحب الرقص وبحب الغناء، ومش مش عارفة افرق ما بينهم. ففي في الكونكلوجن بقى في الاخر بعد كل ده، ان انتي توصلي انه السينما هي الحاجة الوحيدة اللي بتقدر تجمع كل ده، او يعني بتعرفي تصنعي بقى، انتي تبقي قادرة تتحكمي انتي الشط هتحطي فيه مزيكا فين، هتأدي ازاي، هتبقي ليدر، يعني انك تصنعي ده كله بايديكي. الحاجة اللي بتمتعني في حياتي ان انا اقعد افكر في حاجات واعملها، او افكر في افلام، او القط تفاصيل في البيت او في اي مشكلة عندنا وانفذها، اقول للناس ده بيحصل، او تكوني فكرة وتعمليها. انا دي حاجات من الحاجات اللي بتمتعني زي متع الحياة الطبيعية يعني. بابا بابا، ايه يعني شغل الهبل ده؟ هو مش كان وافق؟ انا شايفة ان موضوع معهد السينما ده صعب قوي. قدمي في اداب اعلام واشتغلي مذيعه في قناه اقرا، وساعتها ما حدش هيقول لك لا ولا حد هيقول لك حاجه. هي فكره انك تشتغلي تتعاملي مع ممثلين ومع مغنيين ومع ناس بتشتغل في السينما، ده عيب بقى، حاجه اصلا ما يصحش انك تفكري فيها. فكان رد فعل اهلي بقى واصحابي والناس كلها بانه ان دي حاجه مستحيله اصلا، اساسا مش هينفع اشتغلها اساسا. يعني الناس اللي بدأت تقف معايا بدأت تقف بعد ما انا كنت خلاص ما عنديش حلول تانية غير ان انا اشتغل في المجال ده. فبدأت تظهر بقى شوية ناس كده اصعب عليهم، اللي هو لا حرام بقى، ده ما ينفعش، ده زيادة. خالتي مثلا كانت رافضة جدا جدا في الاول، وفي الاخر جت وقفت معايا، قالت لي بابا خلاص انا ممكن اخدها انا تعيش معايا لو انت مش عايزها، مقابل يعني لان انا كنت بقى في الاخر خلاص حياتي هتبقى كده، يا اما مش عايشها. موضوع ايه هنا؟ يا بابا دلوقتي انت كنت وافقت وكنا اتكلمنا. ايه بقى، احنا اتكلمنا في الموضوع ده 100 مره قبل كده. ايوه بس وانا قلت لك رافض مبدا دخولك الفن ده. الله، مش معقول كل شويه نتكلم فيها حبيبتي. بعدين ده وسط وسخ قذر، انت ما تعرفيش حاجه، ما شفتيش اللي انا شفته في الوسط ده. مهما عملتي برضه هيتكلموا عني، ما حدش هيرحمني. بصراحه بقى انا ما اسمعش لحد يسوق سمعتي. سبعي بابا، المفروض ان انت تبقى عارف ان انا عمري ما هغلط. خلاص خالص ولا كلمه. غلطي انا استناك لما تغلطي. انا كنت اقتلك قبل ما تفكري انك تغلطي. شوفي يا بنت الناس، من الاخر كده انا مش عايز اسمع السيره دي تاني. اقسم بالله العظيم لو سمعت الموضوع ده تاني هقتلك. عارفه يعني ايه هقتلك؟ مش عايزه اعمل حاجه غلط، وبفكر وماشيه تبع يعني تبع العادات اللي انا فيها ومتاثره بيها، ومش عايزه ابعد عنها، ومش عايزه انغمس فيها، وعايزه اكون حاجه مختلفه بيني وبين نفسي، وافضل زي ما انا يعني، افضل اختار لنفسي طريق واختار لنفسي كاركتر وافضل ماشيه فيه وما يتلخبطش وبس. بس اثناء التنفيذ ده هو الصعب، هو اللي بيضايقني، هو الوحش، انه المجال مش سهل، والنجاح فيه مش سهل، العملية نفسها صعبة جدا، انك توصلي انك حد يصدق الحاجات اللي انت بتقوليها. انا شخصيا ما عانيتش من ده بالظبط، بس انا عانيت من التنفيذ، عانيت من الخوف والقلق الفظيع اللي انت بينتبهك ان انت بتعملي حاجة عايزة تطلع احسن حاجة. اول فيلم خالص عملته كان بتاع البروستيتيوشن ده، كنت ساعتها حاسه جدا بان انا بشوف بنات فتيات ليل في الشارع ومعاهم كيس وماشين، وموضوع كان مؤثر فيا جدا. يعني حاسه ان هو صعب بنت تعمل كده، وصعب تفضل طول الليل في الشارع، وصعب ان هي تقعد تركب عربيه من عربيه والناس. الموضوع كنت عايشاه جدا جدا وحاسه بيه، عايزه يعني عايزه اقول في حاجه، عايزه اقول للناس في حاجه اسمها كده. اولا في الاول كنت عايزه اعرف ده، وبعد كده بقيت الموضوع اتحول ان انا عايزه اقول للناس في حاجه اسمها كده، في ناس شكلها كده. وبعد كده معاناتي بقى، واللي هي كانت من قبل كده بس عبرت عنها متاخر عن الفيلم ده شويه، انه فكره الفن دي من اكتر الحاجات اللي بتشغلني في حياتي، يعني من اكتر الحاجات اللي بتخليني افكر طول الوقت هو صح ولا غلط، وينفع اكمل فيه واديله كل حياتي، ولا لازم اقسم ما بين حياتي الشخصية وما بينه.
الفكرة نفسها كانت عندي من وانا في ثانوي، واثناء ما كان بتحصل لي المشكلة منع الفيلم، منع ان انا اخش المعهد، كنت بقول ايه انا لما اخشه بقى هعمل الحكاية دي فيلم. يعني انا كنت عارفة حافظ الشوطات، حتى شلت الهدوم اللي انا كنت عايشة بيها عشان امثل بيها في الفيلم هو بس. وبعدين جيت بقى يعني قررت ان انا عايزة اعمله كله، عايزة اعمل حالة كده بتاعتي، يعني عايزة اعمل حاجة مش مشكلة تطلع حلوة تطلع وحشة. كان كل همي في الموضوع ان انا عايزه ابسط نفسي بكل العذاب اللي انا عشته بقى من ابتدائي وحضانه لغايه ثانوي، ان انا ما عملتش اي حاجه اعبر بيها عن نفسي. فجيت قلت لا، انا الموضوع ده هقوم عامله فيه كل اللي جوايا. جيت عملت الفيلم، كتبته ومثلته واخرجته بس. بس كان كنت مبسوطه، يعني كنت مبسوطه بالتجربه ان انا عملت حياتي جدا باسامي باسمي واسم ابويا واهلي واصحابي. حتى ما فيش حد في الفيلم كان طالع عن، ما فيش حد ما كانش موجود. وكان بيبين الفيلم بقى التفاوت، اللي هو انت واحده عايزه حاجه انت شايفاها حلوه جدا وانت شايفاها راقيه جدا، وناس مش كويسين ومش بيفهموا خالص وجايين بيقولوا لك ان دي حاجه وحشه جدا، وكل حد من وجهه نظره. الصحابي اللي يقول لك لا ممكن تبقي مرتبطه ده حاجه اظرف هتنسيكي، واللي يقول لك ان هو اصلا حاجه حرام فاحنا هدفنا ان احنا نبقى مع ربنا فده مش حاجه صح، واللي يقول لك لا عشان سمعتنا ما تبقاش وحشه. فكلها حاجات بتبعدك عن النقطه بس مش همومك. يعني مبسوطه جدا، مش مصدقه ان انا خدت جايزه النهارده وفي مصر، ويعني الحمد لله الحمد لله. الموضوع يعني مبسوطه الحمد لله. دايما انا بقعد اربط نفسي بقصص الفنانين اللي انا بحبهم واقول ايه ده ان انا بربط نفسي مع الحياه بتاعتهم كده خلاص. سعاد حسني مثلا، احمد زكي، مش عارفه الناس دي كلها، بحس ان مش عارفه بحس ان انا بحبهم حب مش طبيعي قوي، يعني بقدر